قلتي اللي هتصاحب ابني انا هفجرها. ايوه انا قلت كده. انتي ام مسيطره. غالبا الكلمه دي هتفضل موجوده لحد لما يكبر، ويا حرام اللي هتيجي بقى، هتيجي خايفه هتيجي مرعوبه عامله كده. تقريبا من كتر ما انا بحبه فببقى قاعده كده سرحانه لو حد ضايقه، لو لما يكبر لما يحب. فكنت قاعده انا وصحباتي وبنتكلم، فقالوا لي ايه ده انت حما قوي. قلت لهم بصوا انا اللي هتقرب منه هفجرها. انت حبك ليه وحمايتك ليه صعبين قوي فيهم حب تملك شويه؟ لا خالص 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 خالص. ما بتخافيش يطلع ابن امه؟ هو مش هيطلع ابن امه، لان انا عارفه انه هو يعني هو مش ملكي. يعني دي حاجه انا خلاص يعني سستمت نفسي عليها. هو مش ملكي، هو ملك الحياه، بس انا شغلتي دلوقتي ان انا احميه واعلمه واحاول اوجهه. ودايما حبيبي بقول له انا بديك يعني كل الاكسبيرينس اللي انا عديت بيها في حياتي، فاسمعني. دي اكتر حاجه دايما في فنانات لما ابنائهم بيكبروا شويه بيقلصوا حريتهم في ادوارهم في لبسهم. ياسمين رئيس ممكن تبقى واحده من دول. ليه؟ مين الفنانات الامهات؟ في منهم كتير لما ابنائهم بيكبروا شويه ويبتدوا يدخلوا كده في سن المراهقه بتلاقيها بدات تقلص حريتها الشخصيه وتتحفظ شويه. حريتها. حريتي انا. حريتك انت. حريته هو. لا حريتك حريتي انت. انا. بينعكس على اختيارهم لادوارهم، بينعكس على اختيارهم لملابسهم، على طريقه حياتهم، شكل حياتهم. بصي انا ما اقدرش، اتعلمت ان انا ما اقدرش احكم على حاجه الا لما اعدي فيها. لما تعيشيها. اي حاجه انا كنت بحكم عليها قبل كده من غير ما اعرفها احكامي كلها طلعت مش مظبوطه.